بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. النهاردة معانا حالة جديدة زي ما أنتم شايفين كده، مش عارف لحقتوا تبصوا عليها قبل ما نبدأ ولا لأ. إحنا النهاردة عايزين زي ما قلنا كده بنأكد إن إحنا بنتعلم إزاي نحل الحالات، مش بنتعلم إزاي نحل حالة واحدة وبعد كده تقابلنا مشاكل في الشغل وما نعرفش نواجهها. لأ، إحنا الهدف بتاعنا يا جماعة ان احنا نتعلم الصنعه بتاعه حل الحالات، وان احنا نحول الكلام مش مجرد انها حاله قدامنا في كتاب، لا، انها تبقى تطبيق واقعي للشغل بتاعنا، بحيث ان حتى لو انت ما بتشتغلش هيبقى عندك صوره لو انت اشتغلت ان شاء الله في مستشفى ربنا رزقك بفرصه عمل هتشتغل ازاي وهتعمل ايه. تمام؟ عشان كده بنقعد نحكي في اثناء المحاضرات كل شويه عن مواقف بتقابلنا في الشغل، ودي حاجة مهمة جدا علشان خاطر ناخد الخبرة الحقيقية. الحالات دي بتعيشك في واقع الشغل الحقيقي، وده اللي حاجة يعني تعتبر أعلى ليفل بيوصلك إنك تبقى مايكروبيولوجيست شاطر أو كمان استشاري حتى. عشان كده الحاجة دي إحنا بنعملها يا جماعة، برضو بنقول إن ده يعتبر ورك شوب على المجهودات اللي إحنا بنعملها بقالنا سنين. إحنا بقالنا أكتر من 4 سنين شغالين، سواء محاضرات سبوراديك او كورسات متكامله اديناها. الحاجات دي احنا ثمره الحاجات دي الورك شوب اللي احنا بنعمله النهارده. ولما بنقول ورك شوب ده معناها انها نقاش. انا متفهم جدا ان في ناس تبقى مستعجله وعايزه تاخد المعلومه بسرعه، وشفت ناس بيقولوا اتعلموا من الاجانب في 5 دقائق بتديك كميه كبيره من المعلومات، بس هو ده مش بيعمل ورك شوب، مش بيناقش معاك، مش بيشوفك انت فهمت ولا ما فهمتش، مش بيشوفك انت بتعرف تطبق ولا ما بتطبقش. دي طريقة مختلفة عن اللي احنا شغالين بيها. اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة وركشوب تطبيق عملي لحضراتكم، فهمتوا ولا ما فهمتوش، استوعبتوا ولا ما استوعبتوش. فلازم هناخد وندي في الكلام شوية، لازم هسمع معاكم، لازم هنصبر على بعض شوية. تمام؟ لكن احنا في محاضرات مدينها قبل كده وفي كورسات فيها كلام المختصر المفيد زي ما بيقولوا، وفيها تفاصيل كتيرة اتقالت في وقت قليل، لكن لما نيجي نتناقش في ورك شوب لازم هنقعد نسمع من بعض. فمعلش يعني ايه نستحمل بعض في الحتة دي شوية. في آخر المحاضرة إن شاء الله برضو هستشيركم في حاجة مهمة، فمحدش يتزوغ. ماشي؟ طيب، الحاله اللي معانا احنا قلنا لما نيجي نحل كيس بنعمل ايه؟ بندور على الكيس ايه؟ الكيس بتاعت الكيس بتاعت المفاتيح بتاعت الحاله. الحاله اللي قدامنا دي فيها شويه كلمات كده، هي اولا كلام مختصر قوي، فهتلاقوا معظمها الصراحه مفاتيح، يعني هو حاطط لك الحاله كلها هم 4 سطور ونص. فكل كلمه في ال4 سطور ونص لها فايده. ماشي؟ الاول عشان ما انتهش، احنا الحاله اللي معانا دي ايه؟ ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يورين تراكت انفكشن، سي ان اس انفكشن. يعني هو دلوقتي وداني في انهو برانش من برانشات الميكروبيولوجي، انهو انفكشن من انواع السيستميك انفكشنز المختلفه. اللي عاوز ياخد المايك ياخده، اللي عاوز يكتب ما فيش مشكله. يورينري تراكت انفكشن، جميل. طيب، هو بيقول لي اول حاجه ان 23 year old sexually active woman presents with a 3 day history of dysuria of frequency of hematuria. طيب حلو، اول حاجه كده كونها عندها 23 سنه ده يفيدنا في حاجه؟ 23، رقم 23، العميل رقم 23 طلعت الفجعان. تفيدنا يا دكتور يانج بكون. يانج، انت بتدور على عروسه يعني ولا ايه حكايتك؟ عرفنا انها يانج وبعدين هيلثي. ايوه يانج، ايه كونها يانج وكونها هيلثي، شاطر يا ابو حمد. وكونها وومن، ها تبقى عروسة حلوة صح؟ صحيح، كومبليكيتد كده، تستجمع مواصفات العروسة الحلوة. العروسة الحلوة دي تبقى ايه بقى؟ تبقى ايه في العلم الميكروبيولوجي؟ ارجع للمايكرو، الله يخليك. ها؟ عودة للواقع. ان كومبليكيتد.
تبقى uncomplicated urinary tract infection. يبقى uncomplicated في يا جماعه urinary tract infection وهو التهاب المسالك البوليه، ينقسم الى نوعين. urinary tract infection ال UTI بيتقسم لنوعين، نوع uncomplicated ونوع ايه؟ complicated. ال uncomplicated ده اللي هو مين؟ واضح ان ال uncomplicated complicated، complicated معناه معقد يعني، و uncomplicated الدنيا بسيطة ماشي؟ هو هيبقى علاجه سهل واسبابه هتبقى واضحه، ويعني اموره ليهم ليه شويه مواصفات كده. الانكومبليكيتد ده، الانكومبليكيتد ده اللي هو مين؟ واحده واحده بس، طولوا بالكم علينا، انتوا متحمسين قوي في الـ في الـ في الشات. الانكومبليكيتد ده اللي هي تبقى فيميل صح، وتبقى يانج صغيره. طب لو بيدياتريك ايه رايكم، تبقى كومبليكيتد ولا انكومبليكيتد؟ يعني بنوتة كده عندها 7-8 سنين. بنوتة عندها البيدياتريك تبعنا ولا تبع الكومبليكيتد؟ لا تبقى كومبليكيتد، لو هي بيدياتريك تبقى كومبليكيتد، يعني لو راجل. خلينا نعمله بالازرق، لو راجل، شفت الرجالة حظهم بقى ما يعلم بيه الا ربنا، لو راجل بقى كومبليكيتد، لو ست اولد ايج بقت كومبليكيتد، ولو بيدياتريك بقت كومبليكيتد، حتى لو هي ايه؟ حتى لو هي فيميل ماشي؟ يونج وايه تاني؟ وهيلثي، ما عندهاش مشاكل صحية، ما عندهاش دايابيتس مثلا. طب لو بريجننت ننزلها تحت، يبقى لازم فوق تكون ايه؟ تكون نون بريجننت، فوق بقى نون بريجننت، عشان تبقى uncomplicated يبقى لازم تبقى نون بريجننت. جماعه لما حد يكتب في الشات الله يكرمكم ان مفيش صوت، حاولوا تردوا عليه كده في صوت، لا مفيش صوت يعني، اكدوا لي يعني برضه، عشان لو مفيش صوت عند الجميع يبقى المشكله عندنا. يبقى لازم تكون واحده ست صغيره وهيلثي، صغيره يعني ايه؟ شابه يعني، مش بيدياتريك، وهيلثي يعني صحتها كويسه، ونان ايه؟ ونان بريجننت، وما عندهاش اي فانكشنال او ستراكشرال ابنورماليتي. يعني لو عندها مشاكل في الحالب، في الكيدني، في اليورينر بلادر، كونجينيتال انومالي ولا حاجه، في ضيق، في سعه زياده عن اللازم ماشي، حاجه زي التبد بلادر والحاجات اللي زي كده، الحاجات دي كلها ايه؟ بتخليها كومبليكيتد. يبقى اللي فوق الانكومبليكيتد تبقى ايه؟ ما عندهاش نو ستراكشرال او فانكشنال ايه؟ ابنورماليتي، دي كده اسمها انكومبليكيتد. لكن اللي تحت دي كومبليكيتد. طبعا في فروقات يعني اما نعرف انكم كده استفدت يعني، لا هتستفيد حاجات كتير، هتستفيد حاجات كتير منها. الريبورت بتاع الانتي بيوتيك اللي انت بتطلعه، هتطلعه شكله ايه، وايه الانتي بيوتيكس اللي انت هتطلعها فيه، بتختلف معاك اذا كانت كومبليكيتد ولا انكومبليكيتد. يعني دي قصه تطول شرحها شويه، بس انت النهارده لو عرفت الفرق بين الكومبليكيتد ولا انكومبليكيتد بناء على الحاجات اللي احنا ذكرناها دي، هيبقى حاجات كتير هتنور معاك. والنهارده هنتكلم في الحاله واحنا ماشيين على شويه حاجات من دي. فهو بيقول لك اهو انه الست دي 23 سنه وومن، مش راجل، وما عندهاش مشاكل يعني. هذا الحريقيج هي كده ماشيه في سكه ايه؟ في سكه الانكومبليكيتد. ما اعرفش ليه حد قال انها كومبليكيتد بس هنشوف. طيب نكمل قرايه المايكات يا ابو حمد الله يعافيك. ماشي يا جماعه، بيقول لك عندها ثلاث ايام هيستوري اوف ديسيوريا وفريكونسي وهيماتوريا. دي كده الشكوى دي ايه؟ ديسيوريا وفريكونسي وهيماتوريا.
UTI urinary tract infection صح؟ عشان ايه؟ عشان ديسيوريا ولا يعني ايه ديسيوريا؟ يعني الصعوبة في الحمام، بتحس بألم مع الحمام بين مع الـ مع الميكتوريشن. وفريكوانسي يعني ايه؟ يعني كل شهر رايحة جاية على الحمام. تمام. هيماتوريا يعني ايه؟ بلد. طب دي ما ينفعش تكون كريستالز يا جماعة، ما ينفعش تكون كريستال. ممكن تبقى تروما، تروماتيك، ممكن تكون تروما، ممكن تكون كريستال، ممكن يكون اي انفلاميشن تاني، ممكن تكون ستون، حسوة. طيب ليه العيان ما بيشتكيش من ان عنده بص في اليورين؟ يعني ليه بيشتكي من عنده ار بي سيز في اليورين؟ هو طبعا ما بيقولش ار بي سيز، بيقول هيماتوريا. ليه ما بيشتكيش من بايوريا؟ خدوا بالكم من الحته دي، عشان هو البيشنت ما يروحش بيك في اتجاه غلط. هو هنا نفس هو عامل لنا في الحاله حاجات زي اللي بنشوفها فعلا في المستشفيات. هو ينفع البيشنت يشتكي من ان عنده بايوريا؟ ينفع؟ هل البايوريا بتغير لون اليورين زي الار بي سيز ما بتغير لون اليورين؟ مش بتبان لونها اصفر كتيره، اصفر ما بتبانش قوي زي الايه؟ ممكن تبقى زي الار بي سي. صح يا جماعه، لو في دم في البول العيان هيشوفه على طول، لكن لو في بصلز العيان مش 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 حاجه صعبه انها تتشاف. تمام، حاجه صعبه، محتاج يحط اليورين في كونتينر وبعد كده يبص يلاقي انه متعكر شويه. ما حدش بيعمل كده، كان هو بيخش الحمام عادي، فبيقول لك والله فيه هيماتوريا. طب هل الانفكشن ممكن يكون معاه هيماتوريا؟ ولا الانفكشن لازم يكون بس سيلز بس؟ ممكن يكون معاه. يعني عايزين نقول ايه؟ ان كلمه هيماتوريا ان كلمه هيماتوريا لا تدل على وجود انفكشن ولا تنفي وجود انفكشن، يعني ما استفدناش منها حاجه ولا خسرنا حاجه، بس يبقى برضو في دماغك انه ممكن يكون دون حاجه سيرجيكال. حاجه سيرجيكال يعني ايه؟ يعني ستون، كريستال، تيومر. طب وانا استفدت ايه من لما عرفنا ان حاجه سيرجيكال؟ حصل لنا الرعب يا سيدي. تستفيد ان لما حضرتك العينه تطلع نو جروس ما تتخضش بقى، الكلام ماشي مع بعض اهو. البيشنت كانت بتشتكي من هيماتوريا ماشي، بس بشرط ان احنا برضو نتاكد ان العينه ما فيهاش بس سيلز والى اخره ماشي. فمش كل شكوى بديسيوريا يبقى معناها ان لازم يبقى في اورجانيزم في العينه، عشان برضو يجي لك دكتور المسالك يتصل عليك يقول لك المريضه كانت بتشكي من ديسيوريا، ازاي انتم مطلعين لي النتيجه نو جروث؟ فنقول له لا والله عادي، هي بتشتكي من ديسيوريا، ممكن دي كريستال، ممكن ستون، ممكن في احتمالات ماشي يا جماعه. فمش لازم. وبعدين العينه ما كانش فيها بس سيلز وما كانش فيها فيه. فدي مش حاجه قطعيه على اليورينال تراكت انفكشن، وان كانت احتمال كبير ان الديسيوريا طبعا انها تكون يورينال تراكت انفكشن، لكن مش لازم كل حالات الديسيوريا تكون يورينال تراكت انفكشن. طيب لكن طبعا بما ان احنا في الميكروبيولوجي وبنتكلم في كيس ستادي، فده هتطلع يورينال تراكت انفكشن يعني، وبقيه الاسئله تدل على ذلك. بيقول لي شي دينايز فيفر وتشيلز ونوزيا وفوميتنج او فلانك بين، وقالت انها مش بريجننت، فده برضو ماشي مع حته انها ايه؟ انكومبليكيتد صح؟ انها انكومبليكيتد. طيب واحده واحده كده، حكايه بقى فيفر وتشيلز ونوزيا وفوميتنج، اللي هو عايز يقول ما عندهاش لا فيفر ولا تشيلز ولا ماشي. نوزيا وفوميتنج مش ما فيش نوزيا وفوميتنج وما فيش فلانك بين، وبعد شويه يقول لك انها كان عندها قبل كده بلادر انفكشن، وانه لما كشف الدكتور كشف عليها ما فيش فيفر فعلا وما فيش كوستوفرتيبرال انجل تندرنس، واليورين دي بيستيك طلع فيه ليكوسايت استريس. واحده واحده بقى، عشان الكلام ده زي الفل. ايه بقى هو عايز يقول ايه؟ شفتوا احنا قسمنا يورين تراكت الانكومبليكيتد وكومبليكيتد، عايزين نقسمه تقسيمه ثانيه. مين عارف اللي انا عايز اقوله بقى من قبل ما اقوله؟ هنقسم الـ urinary tract infection لإيه؟ الأبر؟ أبر ولور. ولور. طيب الأبر ده اللي هو فين؟
الأبر ده اللي هو الكدني، اللور اللي تحت، تحت من الكدني يعني اليوريتر وانت نازل، اليوريتر واليورينال بلادر والايه اليوريثرا. ماشي. اليورينال بلادر لما يحصل فيها انفلاميشن او انفلاميشن، يوريناري بلادر انفلاميشن، بنسميه ايه؟ سيستايتس. ماشي يا جماعه، سيستايتس هو موستلي بيكون انفكشن برضه، موستلي بيكون انفكشن، لكن مش كل سيستايتس انفكشن ومش كل انفكشن هيبقى بكتيريال، عشان برضو ما نتسرعش في التشخيص. طيب الابر يورينري تراكت انفكشن اللي هو بتاع الكدني ده، احنا دلوقتي اعتبرناه ابر يورينري تراكت انفكشن، برضو حصل لنا الرعب، استفدت ايه يعني من ان هو ابر ولور؟ يعني التقسيمه غالبا هيبقى سيستماتيك. ايوه، يعني هيوصل لمين الانفكشن؟ هيوصل فين؟ طالما وصل للكليا يا جماعه يبقى يوصل البلد، طالما وصل للكليه يبقى اعتبر وصل للبلد. يعني ينفع في الحاله دي ندي مضاد حيوي من اللي بيقول لك عليهم خد بالك ده بينزلوا في اليورين وكونسنتريتد في اليورين وما بيقعدوش في البلد؟ فاكرين محاضرات الناس حضرت معانا محاضرات الانتيبيوتكس، كنا بنقول في انتيبيوتكس اول ما تديها تروح نازله على طول في اليورين. الانتيبيوتكس اللي بتنزل في اليورين وما بتقعدش في البلد دي تنفع في الابر يورينري تراكت انفكشن اللي هو بتاع الكدني اللي هو هيروح على البلط، تنفع ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. يقوم يقول لك ايه، في شويه انتيبيوتكس كده يقول لك عليها دي ايه، يقول لك بتستخدم في اللور يورينري تراكت انفكشن اونلي. مين هم بقى؟ مين اللي يعرف؟ يلا اللي هيقولهم هديله كام؟ هديله 30 ريال. اللي هو الناس في الويتنج روم يا ابو محمد، انت لاطعهم 30 ريال اللي غيرتك يا ابو محمد. يلا واحد نيترو فيورنتوين، انتوا جاوبتوا اهو في شوف اللي عايز المايك يا ابو محمد واللي عايز يكتب يا جماعه يكتب. نيترو فرنتوين. ايه تاني؟ اثنين. اثنين تبرو والليفو على طول. النور يا دكتور. لا 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 لا، ولا النور، لا سيفوكسين. النور، النور يعني النور. شوف بصوا الادويه اللي مش ابروفد مستيل ليست اي خلوه على جنب. الفوسفومايسي طيب انا كده هاخد ال 30 ريال. التالت انتي بايوتيك مشهور وانتوا ذكرتوه، بس الحاله الكلام ده على بكتيريا معينه، في بكتيريا معينه كده يقول لك استخدمه في اللور يورينري تراكت انفكشن بس. مين في بكتيريا؟ مين عارف الراجل بتاع التاكسي اللي واحد وقف تاكسي وبيقول له تاخد كام وتوديني فين؟ فقال له هات اللي معاك وخليك هنا. ده زي اللي بيقول له كام بكام. مين ومع مين؟ انتي بايوتيك ايه مع بكتيريا ايه؟ ويز مين الرائع اللي بيقول ده؟ في حد بيقول من ورا كده؟ مين اللي بيجاوب؟ انا سمعت اجابه صح. انور السيبرو صح، انت قلت كده. السيبرو مع الايه؟ ها انتيرو. يا رب انا عايزه يجاوب بس عنده مشكله في المايك. اقول يا دكتور سيبرو مع ايه؟ انتيروكوكس. خلي الراجل سبقك بها يا ابو حمد. على انتيروكوكس في كالس. على انتيروكوكس، احسنت، برافو عليك، عرفتها منين دي؟ قريتها فين المعلومه؟
الكنديان جايد لاين. احسنت في الكنديان بالضبط. الكنديان دي محام من حاجات الجميله جدا. السبرو مع الانتيرو المضادات الحيويه يا دكتور. نعم حتى في في محاضره المضادات الحيويه الكورس كورس الانتيبيوتكس احنا جايبينها من الكنديان مظبوط. طيب ليه يا جماعه النيتروفرانتوين والفوسفومايسين؟ احنا قلنا لانه هو الانتيبيوتك ده بيروح بسرعه نازل من البلاد ستريم، يروح بسرعه نازل في الايه في اليورين فما بيقعدش في الدم. طب السيبروفلوكساسين برضو ما بيقعدش في الدم؟ يعني هل نفس السبب اللي خلانا نقول الكلام ده عن النيتروفرانتون والفوسفومايسين هو اللي هنقوله على السيبرو؟ لا هو مش كده بالظبط. السيبرو بيقعد في الدم وكل حاجه بس برضو بينزل في اليورين بكميات كبيره، وهو الشويه اللي هيقعدوا في الدم نوت انف ان هم يجيبوا افكت على الانتيروكوكس. هو يقول لك ايه؟ بص الكلمه دي، يقول لك له ان السيبروفلوكساسين هاز a marginal effect. marginal ايه effect؟ يعني ايه marginal effect؟ يعني ده بالعافيه بيجيب تاثير مع الانتيروكوكس. فنسبته اللي بتبقى في الدم، هنفرض مثلا ان السيبروفلوكساسين مثلا 40% منه بيقعدوا في الدم، دول مش كفايه ان هم يجيبوا effect على الانتيروكوكس. ال 60% اللي ينزلوا في اليورين دول هم يا دوبك كده ايه هياثروا في الانتيروكوكس. لذلك هو في الانتيروكوكس يكتب for lower urinary tract infection only. على كل حال الثلاثة دول انتوا عرفتوا ان دول بيتكتبوا في اللور يورين تراكت انفكشن. يبقى انا وانا بطلع النتيجة هطلع الثلاثة دول امتى؟ لما يكون فيه لور يورين تراكت انفكشن فقط. يبقى حضرتك ينفع تطلع نتيجة وانت ما عندكش معلومات عن المريض؟ ينفع تطلع نتيجة وانت مش عارف التشخيص؟ ده انت مش بس لازم تكون عارف التشخيص، ده انت لازم تكون عارف التشخيص والتشخيص الدقيق ان هو lower urinary tract infection مش upper urinary tract infection. طيب بنعرفها ازاي اذا كانت lower ولا upper urinary tract infection؟ نرجع تاني نرسم رسمه اهو، ادي الكدني وادي الايه البلفس بتاع الكدني الحته اللي فوق دي، وبعد كده اليوريتر، وبعد كده ايه urinary bladder واليوريتر. معلش انا رسمه معوق شويه، معلش احاول اظبط الدنيا. احنا قلنا كده اللي ايه اللي فوق الخط ده ابر، واللي تحت الخط ده ايه لور يورينري تراكت. انه اللي هيبقى فيه فيفر اكتر فوق هنا فيه فيفر، انه اللي هيبقى فيه لوين بين. عارفين لوين بين ده اللي هو ايه؟ اللي هو يقول لك الحته اسمها ايه دي، الحته اللي بتبقى تحت الضلوع دي، عارف تحت الضلوع والدكتور يقول لك كوست فيرتبرال انجل، يعني اللي الزاويه اللي بين يعني دي العمود الفقري اهو، فقرات فوق بعضها كده والضلوع طالعه كده تحت اخر ضلع الزاويه دي، دي الكوست فيرتبرال انجل. الدكتور لما بيجي يكتب الساينز بتاعته بنكتبها احنا بالمصطلحات الطبيه، نقوم نقول احنا ايه كوست فيرتبرال انجل. لكن العيان لما بيجي يشتكي بيشتكي بالعاميه باللغه بالبلدي، العيان مش هيجي يقول لك كوست فيرتبرال انجل، يقول لك يا دكتور انا عندي لوين بين، ما اعرفش بالعربي اسمها ايه الحته دي، اسمها ايه اللي هي تحت اخر حته تحت الضلوع او فلانك بين. ماشي، المهم يمسك لك ايه جنب الخاصره. الخاصره يقول لك انا الخاصره، بس انا ده باللغه العربيه الفصحى ما اعرفش بالعاميه اسمها ايه، الحته اللي هي ايه في الجنب تلاقيه ماسك لك جنبه كده، ده كده الانفكشن طالع لفوق خالص وصل للكدني. لكن لو من تحت تلاقيه بيشتكي بايه؟ ديسيوريا، وغالبا مش هيبقى معاه فيفر، يشتكي بفريكوانسي، هيقول لك انا بخش الحمام كل شويه، يشتكي لو هي في اليورين بلادر بالذات يشتكي بلور ابدومينال بين، الحته اللي هي فوق العظمه بتاعت الايه السيمفيسيس بيوبس دي اسمها ايه؟ العظمه اللي تحت اللي في حته او اخر البطن من تحت خالص في الحوض كده، او بيلفيك بين، يشتكي بالم في الحوض من تحت خالص. ماشي، يبقى ده ليه مكان وليه مكان، ده ليه اعراض طبعا الابر يونت تراكت انفكشن معاه فيفر ومعاه بقى الاعراض بتاعه السيستميك انفكشن بقى ماليز
وباد جنرال كونديشنز هتلاقي العيان ضايع يعني. تمام، فده واضح ان دي حاجه ودي حاجه ايه مختلفه. فطبعا لما انت تيجي تخش على ملف المريض وتشوف هو بيشتكي من ايه وتعرف ده ابر ولا لور، على هذا الاساس تبدا تفرق ما بينهم في الانتيبيوتكس. التفرقه في الانتيبيوتكس زي ما قلنا كده في الثلاثه دول، وفي حاجات تانية كمان بتختلف في اختيار الانتيبيوتكس برضو وانت ايه وانت شغال في الانتربريتيشن بتاع الانتيبيوتكس والكومنتات اللي انت ايه هتكتبها. ماشي، دي يعني محتاجه قاعده شويه، عايز هنطول في شرحها يعني. المهم ان البيشنت هنا بتقول لك ان هي ما عندهاش فلانك بين ولا عندها تشيلز ولا نوزيا ولا فيفر ولا حاجه من بتاعه الابر. يبقى اللي عندها ده ابر ولا لور يا جماعه؟ لور. ده ايه؟ لور يورينري تراكت انفكشن. ماشي، هو بس جاست فريكوانسي وهيماتور. طيب، وهي كان عندها قبل كده هيستوري بتاعت بلادر ايه انفكشن. طبعا الستات كتير بتجي لهم الحكايه دي، يورين تراكت انفكشن اون واوف، تبدا تروح وتيجي تروح وتيجي، معظمها بتبقى ايه زي ما هو كده بيقول بلادر انفكشن. تمام، بقول لك بلادر انفكشن يعني ايه بلادر انفكشن ده؟ احنا قلنا عليه اسمه ايه؟ سيستايتس. ماشي، سيستايتس اللي عامله بلادر انفكشن، ما عندها سيستايتس من سنه قبل كده. الاكزامينشن ريفيلز نو فيفر ولا كوست فيرتبرال انجل تندرنس، الحمد لله كده مفيش ابر يورين تراكت، هو كده اللور يورين تراكت. واليورين دي بيستيك طلع فيها ليكوسايت استريز. ايه ليكوسايت استريز ده؟ يعني ايه قيمته؟ يعني استفدنا ايه؟ مش انتوا بتشوفوه في الشرايط بتاعت اليورين يا جماعه؟ بتشوفوه ولا ما بتشوفوش؟ ايه الحاجات اللي في شريط اليورين؟ اليورين ستريب. ايه هي الحاجات اللي في شريط اليورين اللي لها علاقه بالانفكشن؟ حلو السؤال ده، اهو اعتبر نفسك في لجنة. انا لو جالي حد كان في حد بعت لي قريب بيقول لي انا هعين موظفين في مختبر الميكروبيولوجي، ايه رايك اسالهم في ايه؟ او ده سؤال حلو، ايه حاجات اللي في اليورين ستريب اللي لها علاقه بالميكروبيولوجي او بالانفكشن؟ انفكسيون مين؟ البروتين. يعني بتلعب الصعبه يا دكتوره نهى. طيب البروتين ماشي، والله ما انا كسفك، يلا كمل. ايه تاني؟ اللي هو اللي كان موجود في الكيس اللي هو الليكوسايت استريز اللي احنا بنتكلم عليه. طيب ممكن ايه تاني؟ لو في بلاد مثلا، بلاد النيترايت. انا هشنق نفسي بعد ما هشنق نفسي حالا. طب وبالنسبه للبص عادي؟ البص ماشي ممكن. طيب الميكروسكوب، طيب اكتب الميكروسكوب. احيانا الاستريب بيروح كاتب لك بص على طول. طيب ميكروسكوب البص. طيب ايه تاني في اليورين استريب فوق؟ الالكليتي النيترايت بكتيريال انفكشن. النيترايت نيترايت مش نيتريت. طيب جميل جميل. الحاجات دي بقى يعني ممكن حد يشرحهم لي يعني كده؟ ايه حكايه الليكوسايت استريز؟ من اسمه كده انزيم موجود في الليكوسايتس، يعني العينه دي لو فيها ليكوسايتس تطلع ليكوسايت استريز بوزيتيف. ماشي، طيب لو البيشنت اميونو كومبرومايزد ممكن يكون عنده بكتيريا ويطلع ليكوسايت استريز نيجاتيف؟ ايوه صح. طيب البروتين اللي انتوا بتقولوا عليه ده جاي منين؟ من الار بي سي مثلا ومن السيلز. من السيلز نفسها اللي نازله. فبرضه لو هو اميونو كومبرومايزد لا هيبقى فيه ليكوسايت استريز ولا هيبقى فيه بس سيلز ولا هيبقى فيه بروتين. طيب لو فيه بكتيريا نازله النيترايت ده هيجي هيطلع معانا ولا مش هنلاقي نيترايت؟ هيطلع. بيطلع صح؟ يعني المفروض اي انفكشن الاقي فيه نيترايت؟ البكتيريال انفكشن. طب بكتيريال انفكشن. طيب
طيب حلو. يعني لو انت زرعه عينه وطلع معاكي في الطبق جروث والنيترايت طالع نيجاتيف، هتعملي ايه؟ خدوا بالكم ان النيترايت يا جماعه بيطلع مينلي ما تنسوهاش دي، مينلي فروم جرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف يعني مثلا ممكن البيشنت يكون عنده جرام بوزيتيف اورجانيزم ولاقي نيترايت ايه نيجاتيف، فمش لازم. فالنيترايت مش لازم قوي. طب في حاجه كمان، النيترايت افضل يعني، انا نيترايت وبوز طالع نيترايت هيطلع معايا بوزيتيف وكل حاجه، سيبكم من قصه ان هو بيطرح في الجرام نيجاتيف بس، النيترايت افضل ولا الليكوسايت استريز؟ مين فيهم اللي يدل على انفكشن افضل؟ الليكوسايت استريز. ليه؟ لان انا دلوقتي لو عندي كونتامينانت، لو العينه متلوثه من السكن او من الاستول، عينه جافه شويه استول، مليان ايكولاي بقى وكليبسيلا بتاع ومن خيرات ربنا، العينه اللي كونتامينيتد دي تطلع ليكوسايت استريز ايه؟ وتطلع نيجاتيف. وتطلع نيترايت ايه؟ بوزيتيف. تطلع ليكوسايت استريز نيجاتيف ونيترايت بوزيتيف. طيب مين فيهم بقى اللي هيوهمني ان هو انفكشن؟ النيترايت. يبقى ده خداع، ده هيخدعني، هنا في خداع حصل. لكن انه اللي صادق، الليكوسايت استريز ايه؟ صادق. هنقول له والله انت صادق فعلا، البيشنت ما عندوش ايه؟ انفكشن. ماشي؟ فما نجريش ورا النيترايت قوي اول ما نشوف نيترايت. في ناس عندها قناعه بالنيترايت جدا مع انه هو من اضعف الحاجات، هو بيدل ان في بكتيريا في العينه بس، البكتيريا دي بقى كونتامينانت، البكتيريا دي انفكشن الله اعلم. ماشي؟ طيب نرجع للموضوع بتاعنا، هو بيقول لك ان الاستريب لوكوسايت استريز ايه؟ بوزيتيف. طيب What's your diagnosis؟ Cystitis. أو أقول lower urinary tract infection وخلاص. ماشي؟ أو urinary bladder infection، يعني هي تبقى هتتلف في الحتة دي. حلو. Complicated ولا uncomplicated؟ Uncomplicated. برافو، uncomplicated. لماذا؟ لان احنا قلنا فيميل يونج نوت بريجننت وما عندهاش ايه المشاكل التانية اللي احنا قلنا عليها. طيب which antibiotic is empirically to treat this patient؟ من قبل ما اعمل مزرعه كده، ايه رايكم ممكن اديها ايه؟ الجماعه اللي عايزين الخلاصه، اللي بيقول لك انت بتطول، هم في اتنين انتيبيوتكس اللي بيستخدموا empirically في اليورين اللور يورين تراكت انفكشن، من الاخر اثنين انتيبيوتكس بس، مش عايز غيرهم. نيتروفرنتوين. ومين الثاني؟ برافو، نيتروفرنتوين صح. مين الثاني؟ سلفا. ايوه برافو، التريم سلفا. لا مش السبرو، التريم سلفا. ماشي، نيتروفرنتوين والتريم سلفا. انا كنت عايز اطول في الحته دي شويه بس مش عايز اخد الحالة على محاضرتين، انا المفروض اكتفي بهذا القدر النهاردة، بس مش عايز اخد الحالة على محاضرتين، ولا نقول طول ونشرح الانتيبيوتكس دي المرة الجاية بالتفصيل؟ تحبوا ايه؟ نكمل وناخد الانتيبيوتكس. ما هو لو كملنا هنقولها باختصار، مش هشرحها بالتفصيل. لو عايزينها بالتفصيل هي عايزه محاضره كامله. ناخدها المره الجايه بالتفصيل ولا اقولها النهارده باختصار ونكتفي بالاختصار؟ ناخد المره الجايه بالتفصيل. طيب اللي عاوز بالتفصيل في المره الجايه ناخد انتيبيوتكس بتاعت الحاله دي تفصيل، يكتبها في الكومنتات، اكتبوا رقم 2 في الكومنت. اللي عايز نختصر ونخلص النهارده يكتب 1. الله بسرعه كده يا جماعه. اكتساح لرقم 2. طيب خلاص، المرة الجاية ناخد الانتيبيوتكس دي بالتفصيل. عاوز بقى استشيركم حاجة.
قبل ما نقفل المحاضرة، المحاضرات كلها يا جماعة بتبقى على زوم يوم الثلاث وتنشر على اليوتيوب، على قناة اليوتيوب. بنجهز بس المحاضرة بتاخد يومين أو ثلاثة وبننشرها على قناة اليوتيوب للي بيتابعنا برضو على اليوتيوب، وهتلاقوا في وصف الفيديو اللينكات بتاعت قنوات البرنامج المختلفة سواء على الفيسبوك أو التليجرام أو تويتر، اللي حابب يتابعنا.